وللحديث عن هدم منازل سكان الخالدية والعديد من المناطق في البلاد بذريعة أنها متجاوزة، ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي العراقي الأستاذ عبد القادر نايل. حياكم الله أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا بك أستاذ عبد القادر. بداية، وبرأيك لماذا تتصاعد عمليات هدم المنازل كما جرى في منطقة الخالدية رغم تأكيد السكان أن المباني شيدت منذ سنوات وبموافقات رسمية؟ إن ما حدث في ناحية الخالدية وتحديدا في الصديقية وحصيبة الشرقية هي وصمة عار بوجه محافظ الأنبار وبوجه قائم مقام الحبانية تحديدا، وبالتالي ما فعلوه هو استقواء على الفقير وعلى عوائل الشهداء وعلى عوائل حقيقة من النساء والأطفال، وهذا حقيقة يؤكد أنهم بلا مروءة وبلا رجولة يمكن أن يقاسون عليها، لأن ما حدث حقيقة جريمة تشريد وترويع الأطفال والنساء والأيتام بهذه الطريقة من أجل إعطاء هذه الأراضي لبعض المتنفذين من أجل استثمارها بمطاعم وغيرها على أموالهم التي يسرقونها من البلاد، ما هو إلا قلة مروءة وعدم أن يكون هناك لديهم ضميرا حي، لأن هؤلاء العوائل معروفون لدينا بأنهم قد شيدوا منازلهم منذ عشرات السنين، وبالتالي لم تكن الأراضي هذه تجاوزا مطلقا، وكل الأراضي في هذه المناطق هي أراضي كما يعرف بأنها أراضي عقود وليست أراضي بأسماء الأشخاص، وبالتالي هل يريدون تهديم منازل الجميع؟ ما فعلوه حقيقة هو تواطؤ كبير، وهي جريمة تضاف إلى هذه الجرائم من حيث تهديم الدور. أولا ارتكبوا ثلاثة مخالفات قانونية، المخالفة الأولى لم يتم إشعار العوائل بأن هناك إزالة لبيوتهم ومنازلهم، وثانيا لم يتم إطلاق تعويضات لهم مسبقا من أجل بناء دورهم التي ستهدم وتعويضهم، وثلاثة لم يكن هناك حقيقة منح لهم الأراضي من أجل أن يتم بناء منازل عليها حتى ينتقلوا إليها. هذه المخالفات جعلتهم يأتون في منتصف الليل بطريقة لصوصية، فقط الحرامية والسراق هم من يأتون بهكذا منتصفين في منتصف الليل، هم يقلدون حقيقة الميليشيات ويستقون بالميليشيات على الأهالي، وبالتالي يقلدون ما فعله المجرم الذي سبقهم أسعد العيداني عندما هدم منارة مسجدا في الزبير في منتصف الليل. هذه الأفعال الدنيئة طيب. حقيقة هذه التصرفات التي أشرت لها أستاذ عبد القادر، ما الذي تعنيه؟ ما الذي يعنيه عدم إشعار هؤلاء الأهالي بالإخلاء؟ ما الذي يعنيه عدم تعويضهم؟ ما الذي يعنيه كل ذلك؟ هل هناك لربما صفقات فساد تدور من تحت الطاولة بهذه الحكومة أم ماذا؟ أنا أؤكد لك أن من خلال معلومات دقيقة في هذه المناطق أن هناك بعض المسؤولين في المحافظة الذين سرقوا أموال المحافظة يريدون بناء مشاريع على الطريق الخدمي أو الطريق العام الذي يربط الحبانية بالرمادي، وبالتالي هذه المشاريع تقتضي إزالة دور هؤلاء المواطنين وهؤلاء العوائل من الفقراء ومن الشهداء، وبالتالي إزالة دور الأيتام من أجل بناء ربما مطاعم أو مناطق أخرى يتربحون منها هؤلاء الفاسدين الذين يريدون غسيل أموالهم بحجة الاستثمار في هذه المناطق أو في هذه. لذلك هؤلاء الذين جروا أو لماذا فعلوا ذلك؟ فعلوا بالتواطؤ مع الفاسدين، ولذلك أنا عندما أقول لك أنني أحمل محافظ الأنبار لأنه هو مهندس السراق وهو مهندس الاستيلاء على الأراضي في محافظة الأنبار، وبالتالي ستبقى هذه القضية وصمة عار على قائم مقام الحبانية بطريقة واضحة، وسنحمله المسؤولية لاحقا بهذه الجريمة طيب عندما العوائل والأيتام والنساء بهذه الطريقة. نعم أستاذ عبد القادر، لماذا لا تقوم الحكومة والبرلمان بدوره في هذه يعني في هذه القضية، بما أن الموضوع يعود إلى فساد ولربما ريشة من قبل بعض المسؤولين هناك، لماذا لا يقوم كل بدوره في هذا المجال؟ يا سيد العزيز، ما هو قمة الفساد من نواب محافظة الأنبار ورئيس مجلس نوابها، قمة الفساد والاستيلاء على هذه الأراضي. هؤلاء هم الذين يستولون على الأراضي
ويأتون بهؤلاء المسؤولين الذين يتمسكون في بلدية الخالدية وفي قائم مقام الحبانية وينفذون لهم ما يريدون من أجل الاستيلاء على أموال وأراضي المواطنين الذين يسكنونها. القضية لو تتعلق بأراضي ربما كانت القضية أهول، لكن قضية هدم منازل فيها نساء، فيها أطفال، فيها أيتام، هذه جريمة لا تغتفر، وبالتالي سيأتي حسابهم يوما من الأيام. لذلك حقيقة هذا التستر من البرلمانيين هو لأنهم هم من يدفعون هؤلاء صغار المسؤولين لتنفيذ هذه المآرب، وفي القادم الأيام لن يحميهم هؤلاء الفاسدين مما فعلوه. وبالتالي هنا أحمل حقيقة بعض شيوخ العشائر في تلك المناطق، يعني رأينا أنهم يصرخون عندما يتم نقل مسؤول أو أن هناك سجينا أو ضابطا يسجن، رأيتهم يتجمعون، لكن عجبي عندما يتم تهديم منازل الفقراء لا يتجمعون ولا يكونون هناك ولا يقولون أن هذه إهانة وجهت إلى تلك العشائر التي تسكن في حصيبة الشرقية وفي قضاء الصديقية والحبانية والقالدية. لذلك حقيقة يبدو أن حتى شيوخ العشائر في تلك المناطق متواطئون مع هؤلاء الفاسدين الذين يتربحون منهم من خلال إعطاء لهم منح مجانية مالية على حساب المواطنين. لذلك ما يحدث هي جريمة كبيرة تماما لا يمكن الوقوف عليها على تحليلاتها، لا يمكن الوقوف على يعني مراحل تهديمها دون التطرق إلى ما يجري أن هناك جريمة تطال هؤلاء الفقراء الذين لا يوجد هناك سوى الإعلام الشريف وسوى من ينادي بحقوقهم ويفضح هذه الجريمة العالم. أستاذ عبد القادر سريعا لو سمحت لي، يعني هذا يقودنا إلى سؤال ربما عن المسؤول عن تشكل هذه المجمعات العشوائية في العراق. نتحدث هنا عن أكثر من 4000 تجمع فيها نحو 3.5 مليون شخص، من المسؤول عن كل ذلك؟ السلطات الحكومية ومدراء البلديات في تلك المحافظات جميعا، لأن هذه العشوائيات لم تشكل على أساس أن المواطنين يريدون أن يسكنون في العشوائيات. المواطنون لديهم عوائل، وبالتالي الأراضي العراقية شاسعة، لماذا لم يتم منح هؤلاء كل على مسقط رأسه قطعة أرض ليتسنى له بناء منزل لعائلته يأويه؟ إذن هؤلاء الفاسدين هم من يريدون بهذه القضية. لكن هنا دعني بعجالة أنصح العوائل في الخالدية أن يتوجهون لإقامة دعاوى في القضاء وفي المحاكم في محافظة الأنبار، فإن فيها قسما من القضاة لا زالوا على عهدهم من النزاهة، يتوجهون بإقامة دعاوى، أولا عدم إشعارهم بإزالة التجاوزات، عدم تعويضهم المسبق، وعدم منحهم القطع الأراضية، والتهديم جرى خارج دوام الرسمي. هذه حقيقة ستنفعهم في إقامة الدعاوى على هؤلاء المجرمين أنا أسميهم في قضاء الخالدية وفي قضاء الحبارية، الذين أسهموا في إيذاء هذه العوائل وفي إيذاء وإبكاء وقهر النساء والرجال والأيتام في تلك المنازل التي هدمت على رؤوس أصحابها. وبالمناسبة لم يسمحوا لهم بأن يأخذوا أمتعتهم من تلك الدور. نعم. في جريمة أخرى. نعم، إذن كنت ضيفا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي العراقي عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لك.